بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعنوان بالرجاء خلصنا، هناخد نص بقى المفروض تكونوا حفظتوه، هنراجعه عشان يثبت. بس يقول ليس هكذا فقط، الحتة دي حفظتوها مش كده؟ بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. يعني إيه؟ إحنا ما يمنعش إن يكون في وجع وألم في الدنيا بالرغم من الخلاص اللي هذا مقداره، لأن على قد ما الخلاص حاجة كبيرة قوي، على قد ما كمان ربنا حط له سكة ضيقة عشان إيه يتعبوا الناس شوية ويوصلوا له فيقدروه. بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظر أحد كيف يرجوه أيضا. يعني مش اللي أنت فيه دلوقتي هو الخلاص، لا ده لسه، ده أنت هتشوف حاجات حلوة قوي قدام. وإن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. هحط كم نص الأول كده، وبعدين نعيش في فكرة الرجاء وإزاي الرجاء ده يخلي الواحد يخلص. يقول في نص تاني معلمنا بولس، دي تيتوس، دي لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عايشين في الخبث والحسد، ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. دي الكلمة اللي شغلاني، صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور كي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. هنعيش في النص ده شوية، تيتوس 3 من 3 ل 8، لأنه هيشرح لنا أمور تانية مكمل. الأول، من هم اللي بره الخط لسه؟ مين اللي خارج الخلاص؟ لأنه إحنا ماشيين في سكة الخلاص، ربنا يوصلنا كلنا بالسلام. طيب في ناس بره الخط لسه، وصفهم معلمنا بولس بأوصاف أو مجموعات مختلفة. يقول كنا نحن أيضا قبلا، إحنا كمان ما إحناش أحسن منهم، إحنا كنا كده، كنا إذا، ويمكن ما زلنا لو هينطبق علينا الكلام، أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عايشين في الخبث والحسد، ممقوتين مبغضين بعضنا بعض. أول نوع لسه بره الخلاص وصف بالغباء، دي أول محاضرة ابتدينا بيها لو تذكر، اللي هو إيه قال عنها بولس الرسول في حتة تاني، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. يعني معلش احتملوا الكلام، انا بقوله لنفسي مش ليكم، من الغباء ان الواحد ما يبقاش فاهم ربنا بيعمل معاه كده ليه. ربنا بيعمل اي حاجه عشان حاجه واحده بس، نوصل للسماء نخلص. كل اللي بيعمله عشان نخلص، مضايقات، مشاكل، بركات، احسانات، اضطهادات، ضيقات، ذنب، مظالم، كله من أجل مشيئة واحدة بس، أنه يريد أن الجميع يخلصون. يبقى عشان نخلص، خليك ما تبقى أخطيت، ما تبقاش غبي، خليك فاهم ربنا. يبقى الغبي هو كل من لا يفهم مشيئة الله، بمعنى أنه بيعترض، أنه بيتذمر، أنه تايه، أنه عمال يفتكر الدنيا ماشية عشوائي. لا لا لا، خليك فاهم، خليك ناصح، ده كله عشان توصل، ده ما فيش غرض تاني غير الخلاص. فأول مجموعة هي اللي بتلطش في الدنيا والدنيا بتلطش فيها، وهي مش فاهمة حاجة، ماشيين تايهين كده، مش عارفين جم ليه وطالعين من الدنيا ليه. فلا تكونوا أغبياء،
لأنه كنا نحن أيضا أغبياء. كل من لا يؤمن بالمسيح وبالخلاص هو في نظر الكتاب ما زال غبيا حتى لو عالم من العلماء. ليه؟ لأنه ما فهمش هو اتخلق ليه وما عرفش رايح فين بعد كده. فأخطر سؤال، تصور أنت واحد سايق على الطريق تقول له رايح فين، يقول لك مش عارف، تقول عليه إيه؟ مش طبيعي مش كده؟ لأنه أصغر طفل ماشي في السكة تقول له رايح فين، يقول لك رايح اسكندرية، هذا بيفهم عارف رايح فين. تاني نوع قال غير طائعين، دي برضو خدنا فيها محاضرة كأني براجع مش كده، أنه طول ما الناس مش عارفة تقول حاضر يا رب، حاضر لوصية أو حاضر لتجربة، فاهمين؟ اللي مش عاوز يقول حاضر يا رب يبقى برضو إيه بره السك. يبقى كل وصية تستاهل حاضر يا رب، وكل ضيقة حاضر يعني إيه هحتمل من إيدك مقبولة برضو. يبقى لا تكونوا غير طائعين. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم بعض وتسربلوا بالتواضع. فاكرين لما قلنا أخطر حاجة تعطل الطاعة إيه؟ الذات. عشان كده بيقول البسوا التواضع، لبس عشان ما تبقاش حاضر صعب عليكم. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون إيه؟ يعطيهم نعم. النوع الثالث لا تكونوا أقل، نحن كنا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين. في نوع ثالث بره الخلاص برضو اللي هو ماشي في سكك غلط، في بدع، في أفكار، في فلسفات. يقول الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين. بالإنجليش أسهل deceiving، يعني بيخدعوا الناس وهم نفسهم مخدوعين. فمضلين هنا فاعل ومضلين مفعول به، يعني هم اللي مضلين. إنما حسبوا في ناس كتيرة كده، في ناس بتخدع ناس وفي ناس بتقبل الخداع، وكل دول برا الخلاص. يبقى كل الناس اللي عايشة في ضلال، في أفكار غلط، في إلحاد، في عبادات أخرى، لما زالوا خارج الخلاص. احنا بنحب الكل لكن لازم نبقى مميزين. فئة أخرى قال مستعبدين لشهوات، ودي قد تكون مننا مع أن احنا متعمدين. فيقول الحق أقول لكم من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. يبقى مش هيخلص، خلي بالكم حكاية لا يبقى في البيت إلى الأبد يبقى مش هيخلص. أما الابن فيبقى إلى الأبد. أنت ابن ولا عبد؟ لا أنت ابن. اوعى تسيب نفسك عبد، ما تسيبش حاجة تستعبدك، ما تسيبش شهوة تزلك، قاوم. أنت ابن، أنت حر، ليه تسيب حاجة تمشيك؟ ولا كوباية القهوة ولا سجارة ولا فكرة بطالة ولا شخص، لا أنت حر، أنت ابن. الابن يقعد في البيت للأبد، العبد مش هيقعد في البيت، هي هياخد فلوسه ويمشي. فهنا دول فئة أخرى خارج الخلاص اللي عايشين ورا أجسادهم ورا شهواتهم. فئة أخرى قالها، شوف الآية دي عمالة زحمة ازاي، عايشين في الخبث والحسد. الناس المكارة اللي مخها عمال يعني يتخابث كده عشان يوصل لأغراض معينة، دول برا الخلاص. عشان كده في المقابل يقول كي تكونوا بلا لوم بسطاء أولادا لله. أولاد ربنا ما عندهمش خبث، اللي جوه قلبه على لسانه ما يلفش ويدور، هو صادق. في وسط جيل معوج وملتوي، انت عايش وسط عالم كله خبث لأنه عالم مش ماشي في سكة الخلاص. فالناس مش صادقة، الناس بتغش، الناس بتتلائم، الناس اللي جوه غير اللي بره. الكتاب قال لنا كده، جيل معوج وملتوي، احنا بقى ننور بينهم كأنوار في العالم. مجموعة أخرى من اللي خارج الخلاص ممقوتين، عايشين في الخبث والحسد، مش الجسد معلش، عايشين في الحسد. هنا تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون. بعد كده قال تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا. يعني إيه؟ ناس عايشة وراء الرغبة في التملك فبتحسد. الحسد ده درجة عالية من درجات الغيرة. فإيه؟ مش طايق حد يسبقه، مش مستحمل حد يتفوق عليه،
بيحقد وبيحسد، وهنا يبقى ممكن توصله للقتل، ممكن توصله للخصام، ممكن يفضل طول عمره متنكد لأنه عايش في حسد. الإنسان الروحاني اللي ماشي في سكة الخلاص يحب الخير للناس، يقاوم الغيرة جواه وما يستحملهاش على نفسه. ربنا يدي الكل ويبارك للكل. مجموعة أخرى خارج الخلاص ممقوتين مبغضين، يعني عايشين بيكرهوا بعض. وطبعا عندنا قاعدة تقول من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. يبقى شوف الآية الطويلة بتاعت تيتوس 3:3 دي شخصت لنا كل اللي كانوا اللي بره الخلاص، اللي كنا احنا على اعتبار بولس بيكلم ناس اتعمدوا على كبر كانوا منهم، وممكن نكون لسه منهم. بمعنى لو سبت نفسي وراء ضلال طلعت بره الخط، لو سبت نفسي استعبد للذات وشهوات طلعت بره الخلاص، لو تركت طريق الطاعة ومشيت بدماغي يبقى برضو خرجت، لو أنا استخبيت لمؤاخذة وببقاش يفرق معايا مشيئة ربنا يبقى خرجت بره الخط، لو سبت قلبي يحقد ويحسد ويغير بره. يبقى هنا هو بيفترض ان احنا كلنا واعيين للحاجات دي، فبيقول كنا نحن ايضا قبلا. يعني ايه المفروض الحاجات دي not anymore تبقى موجودة في حياتنا؟ خليك شديد مع نفسك وراقب الحاجات دي لان دي تطلعك بره الخلاص. بعدين يقول ايه؟ ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه. الخلاص في المفهوم المسيحي يبدأ بالمخلص. بمعنى ايه؟ مش احنا اللي بنخلص نفسنا، الخلاص مش من عندنا، احنا كلنا نحتاج الى من يخلصنا. احنا ما نقدرش نحل مشاكلنا بنفسنا خلاص، خبرات الاف السنين اثبتت عجزنا. فهنا بداية الخلاص هو بيحكي القصة، على فكرة الخمس ست آيات دول بيحكوا القصة كلها، هنشوف كده دلوقتي. فابتدى بمأساة البشرية كل العيوب اللي قالها دي، وبعدين ظهر لطف مخلصنا الله. شوفوا التعبير مخلصنا الله اللي هي عنوان المؤتمر، الله خلاصي أو الله مخلصي. فأفسس قالها بطريقة مشابهة، قال الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. يبقى لأن ربنا رحمته واسعة غني جدا صعبنا عليه. الخلاص يبدأ بأنه ربنا من رحمته من لطفه من إحسانه أشفق علينا. يبقى احنا ما عملناش حاجة زيادة، احنا وحشين وضيعين ومحكوم علينا بالإعدام وقاعدين عاملين كده، ما فيش في إيدينا حال مهما اجتهدنا. ربنا لأنه كله حب كله رحمة صعبنا عليه. فيبقى البداية ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، أو غني في الرحمة محبته الكثيرة، جه المسيح عشان يحل المشكلة. فأعمال يقول ليس بأحد غير الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيش اسم تاني نخلص به إلا اسم ربنا يسوع المسيح. يبقى أول نقطة قلتها من هم خارج الخلاص، ربنا يستر ما نبقاش تبعه. النقطة الثانية الخلاص يبدأ بالمخلص. برضو في مراسي الحتة الجميلة بتاعت الجمعة العظيمة وإحنا واقفين قدام الصليب شايفين ربنا يسوع وقد مات على الخشبة، نقول من إحسانات الرب أننا لم نفنى. يعني لولا الوقفة دي يا رب كنا كلنا فنينا. من إحساناته المنظر ده، إنه تجسد ومات على الصليب كي لا نفنى. من إحسانات الرب أننا لم نفنى، مراحمه لا تزول. كل ده قدام الصليب، فاهمين؟ الصليب ده من رحمته، مش لأن القضية تستوجب، ما هو إحنا نستوجب الموت، لكن من رحمته علينا جاء وخلصنا. وبعدين هنا يأكد تيتوس 3:5 يقول لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته. بيأكد ان الموضوع مش مننا، لا شطارة ولا اجتهاد ولا فضل. بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.
وهنا في قضية هامة جدا يا جماعة، معلش، حتى مع الإلحاد المعاصر، هل الأخلاق تكفي لخلاص الإنسان؟ لا. هل الأعمال الصالحة أيا كانت تكفي لمصير كويس؟ لا. ليه؟ في حكم إعدام. تصوروا مسجون أخلاقه عالية بس واخد حكم تأبيدة، بالكتير هيخففوا الحكم بس مش هيطلع براءة لأنه أخلاقه كويسة، ما واخد حكم. كونه بقى أخلاقه اتصلحت ده موضوع تاني، لكن الأحكام دي مين يوقعها؟ طبعا لو واخد إعدام والأسبوعين اللي قضيهم في البتاع الحمرة دي السجن، ربنا ما يوريكم يعني في ألوان الحمرة، يعني واخد إعدام. طب وبعدين؟ حتى لو قضى أسبوعين كويسين في السجن الإعدام مش هيقع. فمين الفكرة؟ إذن الأخلاق مش حل والأعمال مش حل. وإن كان هنا بيركز عادة على الفكر اليهودي اللي كان يمجد قوي أعمال الناموس. اليهودي حرفي جدا في السبت، وحرفي جدا في الذبايح وفي الأعياد وفي الأصوام، أنا بار، يعتبر نفسه بار. يا عم ده انت بتكذب وقلبك مليان شر وبتاع، انا بجيب الذبيحة، انا بحفظ السبت. ودي اللي بولس بقى كتب فيها في روميا واستفاض وكسر الحتة دي وقال اعمال ايه؟ اعمال ما تنفعكش ولا نفعت الانبياء حتى. فهنا الاعمال اللي هي مقصود بيها الممارسات اللي تخدر ضمير الانسان، وخلي بالكوا في ديانات كتيرة ماشية على نفس الفكر، تعمل اعمال معينة تخدر ضميرك وتعتبر نفسك انك انت ايه، مستر بيرفكت. يعني القضية مش كده خالص، وبتوصل في بعض الديانات انك تعادي كل من لا يتبعك، وتبقى بكده بتكسب بونت عند ربنا، كريدت عند ربنا، بر اعلى. وبولس كان بيفكر كده، بولس كان بيضطهد المسيحيين عشان كده، عشان يزداد برا. وفوجئ انه كل السكة دي غلط، فقال انا كل اللي كنت ماشي فيه طلع غلط، ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من اجل المسيح خسار. فأفسس يقول ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. عارفين لو هي باعمال يبقى الواحد يقف قدام ربنا يقول له انا لي عندك وانت تديني السماء ببلاش، ده انا بعمل وبعمل وبعمل، انا حقي. فاللي هيقف عامل حاجات معينة هيفتخر كأنه مداين ربنا، مداينه بإيه؟ أنت كلك خطيئة وتستاهل الإعدام. لأننا نحن عمله غير مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها كي نسلك فيها. تلاحظوا هنا الآية دي كشفت أن في نوعين من الأعمال. أن في أعمال لا علاقة لها بالبر، النص الأولاني، وفي أعمال هي الطريق الطبيعي للبر. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، دي بتتكلم عن أعمال الناموس أو الأخلاق أو الحاجات اللي الإنسان بيعملها كأنه هيداين ربنا. النص التاني بيقول إيه؟ ده إحنا مخلوقين لأعمال صالحة. الله، ما أنت بتقول ما فيش أعمال ولا ليها لازمة. لا، ده أنت لما تتولد الولادة الجديدة أنت هتعيش تعمل أعمال صالحة مخلوق ليها، لكن الأعمال الصالحة دي مش تمن الملكوت. فهمتوا حاجة ولا اتلخبطتوا؟ نقولها تاني عشان الحتة دي مهمة. اليهودي يعتقد انه لو اتختن وحفظ السبت واطاع الناموس صار برا، وبدل صار برا ربنا مش من حقه يقول له مالكش اجر، ياخد الاجر بدراعه. ماشي، طلعت السكة دي كلها غلط طبعا، لانه ليس بار، ليس ايه، ولا واحد، الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله. ربنا يسوع جه خلصنا من عنده وقال تعالوا جنبي وانا اديكوا البر ببلاش، بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحمل. فقال انسوا بقى السكه الاولانيه اللي هي ايه، اعمل واعمل واعمل عشان ابقى كويس. لا، انت كويس بنعمه ربنا، انت ربنا اداك انك تبقى ابنه، فهي دي سر البر. لكن لانك ابنه ما ينفعش تغلط، ولأنك ابنه لازم تعمل الصح. الصح هنا بقى مش ختان وسبت، الصح هو الحب والخير والقداسة والبر. فاهمين الفكرة؟ احنا اتخلقنا عشان نعمل الحاجة الصح.
عشان كده معلمنا يعقوب بيقولها بطريقته البسيطة. معلمنا يعقوب جميل قوي في بساطته بقى، يقول من منفع يا اخواتي لو واحد بيقول انا عندي ايمان وما عندوش حاجة باينة عليه، ما بيعملش حاجة، هو ينفع الايمان ده يخلصه؟ طب لو واحد من دول لقى واحد عريان ومحتاج وقال له روح البس وروح كل ربنا يبعت لك، طب هو كده يبقى عمل ايه؟ لو ما ادالوش حاجة الجسد وما عملش اي حاجة هو ده ينفع؟ فهنا بيأكد انه لازم يكون في اعمال، لازم، وإلا يبقى الايمان ده نفسه تمثيلية، يبقى كلام في الهوى. يبقى بالرغم ان الحكاية اساسها رحمة ربنا، الخلاص هدية من ربنا، لكن اللي هيقبلوا الخلاص لابد ان هم يمشوا في سكة الاعمال الصالحة. فروميا برضو ناقش نفس المفهوم، يقول فأين الافتخار؟ يعني اليهودي زمان كان يفتخر ببر الناموس، يقول قد انتفى، يعني ما عادش في حد يقدر يقف قدام ربنا يقول له سبت، يقول له السبت خليك تبع اليهود مش نافع. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. يعني إيه اللي كسر ناموس الأعمال وطلعه مش نافع؟ لما جه نظام الإيمان. نظام الإيمان يخليك تقول له ارحمني يا رب، انت خلصني، انت بررني، اديني من عندك، انا مش عارف اخدها بايدي. اذا نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان، وهنا بقى وضحها وحددها، بدون اعمال الناموس. فالختان لا دور له في خلاصنا، السبت لا دور له في خلاصنا، الذبائح الحيوانيه ما عادش ليها دور في خلاصنا، الفرائض والاغتسالات انما في دور لخلاصنا محبه القريب. الجدع العريان ده اللي هنأكله ده جزء من خلاصنا مش كده؟ لكن هنا مش تمن خلاصنا، فاهمين؟ ده الطبيعي بتاعنا، إذا مشينا في السكة دي هنعمل كده. تاني نرجع للآية، قل لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا. وبعدين إيه؟ طب ما هو بمقتضى رحمته خلصنا كانت ممكن تخلص الآية، بس طلع إن الخلاص بالرغم إن هو هدية رحمة من ربنا في طريقة على الأرض اللي بنسميها الأسرار بقى، بغسل الميلاد الثاني. يبقى الخلاص يحتاج إلى ولادة جديدة، ولادة تانية، والولادة التانية دي فيها مية، فيها غسيل، عملية اغتسال مقدس تخلقك للمعمودية، وتجديد الروح القدس اللي هي الايه؟ الميرون. يبقى واضح من الآية دي أن وإن كان الخلاص هو عمل رحمة الله مع البشر، إنما استقبال البشر للخلاص يحتاج إنك تصدق وتدخل على الأسرار، ففي الأسرار تتمتع بالخلاص. نقولها تاني، فروميا، تبان فروميا، شوف يقول إيه، دفننا معه بالمعمودية للموت، كأننا متنا معه، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في حياة جديدة. يبقى بعد المعمودية متنا، فلما متنا وقمنا بقينا ناس تاني، بقينا خليقة جديدة، ده اللي اسمه الميلاد التاني. الميلاد التاني يعني فلان الفلاني مات في المعمودية، طلع فلان نفسه اسم تاني، عشان كده بندي اسم جديد على فكرة، عشان يبان انه مات وقام وطلع واحد مختلف. ده ما عليهوش احكام، الاولاني كان عليه احكام، الاولاني لازم يروح جهنم، اللي طلع من المعمودية خلاص دخل على السماء، بس يكمل في السكة دي. فهمتوا الفكرة ببساطة؟ ادي الميلاد الثاني، ولاد آدم محكوم عليهم بالموت، ولاد الله محكوم عليهم بالأبدية. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته للمعمودية نصير أيضا بقيامته، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات تبرأ من الخطية. إن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. يبقى المعمودية ضرورية جدا للخلاص. ليه؟ عملت مني بني آدم تاني، خلقتني مرة جديدة، أسقطت الأحكام من علي، طلعتني ابن لله، وأنا أساسا أبويا مورثني الموت بالخطايا ولدتني أم. فهمتوا الفكرة ماشية إزاي؟ إذا بالرغم أن الحكاية كلها رحمة من ربنا والخلاص مقدم للكل، كل واحد يستلمه بالطريقة دي، بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.
في بطرس الأولى يقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، كي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. دي الحتة بتاعت نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وطلع الأنبياء. إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، وإحنا حكينا حكاية خلاص نوح دي، خلص فيه قليلون أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله، خلي بالكم الآية دي، أنا كله عشان الآية دي، مثال حكاية نوح إيه دلوقتي؟ المعمودية، مثال فلك نوح اللي خلص نوح وعياله يخلصنا نحن الآن، مش محتاجين فلك نوح أي المعمودية، إحنا بننزل المعمودية زي ما الفلك نزل المية نطلع منها إيه؟ خلاص العتيق اتصلب وطلعنا من جديد. لا إزالة وسخ الجسد، يعني المعمودية مش حمام جسدي، مش هنجيب مية وصابون. فهنا عشان يفهمنا إن الموضوع بعيد خالص عن كونه في مية وكده، ده مش معناه إنه حمام عادي. لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. يعني إيه؟ أنت سألت نفسك الأول أتؤمن بالمسيح الذي مات وقام من أجل أبديتك؟ نعم أؤمن، اتعمد. فهمت السؤال؟ النهاردة لغاية النهاردة لو جالنا واحد أضلت، واحد كبير يتعمد، أعمده؟ لا، أراجع معاه الأول. تؤمن بالمسيح كإله؟ أؤمن. تؤمن أن المسيح مات؟ أؤمن. تؤمن أن المسيح قام؟ أؤمن. تؤمن أنه صعد السماء وجاي تاني؟ أؤمن. تؤمن بالكنيسة اللي هي فيها الأسران؟ أؤمن. تؤمن بحياة أبدية مستنياك؟ أؤمن. خلاص تعالى اتعمد. ادي السؤال، فهمتوا الفكرة؟ سؤال ضمير صالح عن الله، فالموضوع اخطر من مجرد حمام. عشان كده الايمان له اعتراف الايمان، فلما بيعترف بايمانه ممكن ايه؟ يدخل يتعمد. نفس الكلام بنعمله في التناول، اؤمن اؤمن اؤمن. لما تقول الاعتراف ده تستاهل تتناول. يبقى الخلاص هنا يا جماعة مرتبط بالإيمان والأسرار. عشان كده كل الأسرار الكنسية لازم تلاقي فيها على الأقل كلمة إيه؟ أمين. مفيش سر مفيهوش كلمة أمين، لأنك لو ما قلتش كل الكلام على الأقل أبونا بيقول تقول أنت ورا منه إيه؟ أيوة الكلام اللي بيقوله الراجل ده تمام، أمين. فهمتوا الفكرة؟ فكل ما يقول أبونا تجسد، أمين. قام، أمين. صعد، أمين. أيضا يأتي في مجده، أمين أمين أمين. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى انت كده بتعترف طول القداس بما تؤمن به. فطالما انت مؤمن تعالى اتعمد، مؤمن تعالى اتناول، مؤمن تعالى اعترف. ليه؟ يبقى انت مصدق ان الصليب هيشفط خطيتك، او يعني الفداء هيغطي على اللي انت عملته. لكن لو ما عندكش ايمان هتعترف بايه؟ يبقى السر ما يسريش. فاهمين ازاي؟ عشان كده بداية الكلام من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. طب ليه ما قالش ومن لم يعتمد؟ ما هو أساسا ما آمنش، فطبيعي مش هتعمد. ماشي، نرجع للنص تاني. لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى الرحمة خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هنا سؤال مهم، معلش انتوا خدامه في حتت كده مهم تستوعبوها. هل تجديد الروح القدس حصل مرة يوم الميرون وخلصت، ولا كلمة تجديد دي مستمرة؟ مستمر. ليه؟ لو أنا قلت حصلت مرة لما خدت الميرون، ده معناه أن أنا ما عشتش بعدها. طول ما أنا عايش وبغلط يبقى الروح القدس بينطفي، يبقى الحكاية عاوزة إيه؟ تاني. بس تاني مش لازم أتغطس، تاني أعمل إيه بقى؟ أتوب. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده كل الآباء الأوائل ربطوا المعمودية بالتوبة بشكل غريب، قالوا تتعمد مرة وتكملها توبة على طول، ولو وقفت التوبة وقف مفعول المعمودية. أقولها تاني، تتعمد مرة وبعدين تكمل بالتوبة، لو وقفت التوبة العطية اللي خدتها في المعمودية تقف، لأن أنت خدت في المعمودية ولادة جديدة تقف لو بطلت التوب، لأنك رجعت بني آدم عادي، خطية ملتك. خدت الغفران في المعمودية، لو بطلت توبة رجعت الخطية. واضحة الفكرة؟
فالتوبة تجدد مياه المعمودية أو عمل. يقول لا تشكلوا هذا الضأر بل تغيروا، أهد فكرة التجديد ايه، عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كل ده حياتنا بعد المعمودية، تختبر ما هي إرادة الله الصلاة، اللي هي فاهمين ما هي مشيئة الله. آية دقيقة قوي هنقولها كلنا بصوت واحد دلوقتي، لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. ليه بقول الآية دي مهمة؟ لأن فيها السرين لازقين في بعض. لبستم الجديد دي إمتى؟ معمودية. يتجدد دي إمتى؟ التوبة. فهمتوا الفكرة؟ لبستم الجديد الذي يتجدد، يبقى محدش يعتبرها فعل ماضي بس، هي ماضي دي المعمودية، لكن مضارع مستمر اللي هي ايه؟ التوبة طول العمر. لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة، يعني كل ما تعرف ربنا تلاقي نفسك لازم تتقدم، لازم تغير دماغك، لازم تشوف المسيح عايش ازاي عشان تعيش زيه، فلسه السكة طويلة. لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة، يعني ايه حسب صورة خلقه؟ يعني عمال تقرب من الصورة اللي اتخلقت عليها. الصورة دي مشوهة، مش ده اللي كان رأيه قصد ربنا، كان شايف حاجة أحلى من كده. طب هترجع لها ازاي؟ يلا اشتغل، اتجدد مرة في مرة في مرة، هتبقى ايه؟ شبه المسيح. نقولها تاني، لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. بنفس المعنى قالها في حتة تانية، قال نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد بعمل الروح القدس، أو كما من الرب الروح. يبقى الروح القدس اللي شغلته جوه يعمل إيه؟ يقعد يغيرك ويجددك عشان تقرب من صورة المسيح أول بأول. إيه دي اللي اسمها التوبة المستمر. يبقى الخلاص يبدأ بالإيمان والمعمودية ويستمر بالتوبة والتناول. تاني، الخلاص يبدأ بالإيمان والمعمودية ويستمر بالتوبة والتناول، هو ده التجديد المستمر. الذي سكبه، ده كان بولس بيتكلم، احنا ماشيين في المقطع بتاع تيتوس 3:3-8، بيقول تجديد الروح القدس الذي سكبه، بدل قال سكبه يبقى على يوم الخمسين، بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. انت خدت نفس العطية بتاعت يوم الخمسين في الميرون، لكن لو قريت سفر الأعمال كويس هتلاقي كل ما يقف ويصلي يقول لك امتلأوا من الروح القدس. يبقى مش معنى انك انت خدت الميرون انه الروح القدس مفيش تعامل معاه، بالعكس، ده كل مرة تصلي وتتوب وتقرأ الإنجيل وتخدم وتشهد للمسيح، كل ده الروح القدس بيجددك، بينشطك، بيسخنك، كونوا حارين في الروح. من هنا يقول الروح أيضا يعين ضعفتنا، احنا لا نعرف ما نصلي لأجله كما ينبغي، الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، يعني لو لقاك مش بتعرف تصلي، مش عارف مصلحتك، هيعلمك، هينطقك، هيفهمك، هيقول لك تقول ايه وما تقولش ايه من غير ما تحس، فتلاقي نفسك متساء كده عشان تتغير، وفي حاجات انت مش دريان، لان الروح القدس اللي فيك دي شغلته. وقف يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد ونادى قائلا، نادى في اليوناني cry out، يعني صرخ بصوت عالي قوي، ان عطش احد فليقبل الي واشرب. وقف على حتة عالية، والافات مؤلفة، يوم عيد المظل ده كان بكل الناس بتحج الاورشليم، وقال لهم كلمة طبعا اتغاظوا جدا منها الفريسيين والكتبة، بس هو ده اللي هو جاي عشان من السماء عشان دي، ان عطش احد فليقبل الي واشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. يوحنا بقى بعد ايام طويلة ومتملى بالروح القدس وهو بيكتب الانجيل قال فهمنا كان بيقصد ايه، قال هذا عن الروح القدس. يعني وقتها ما فهموهاش على فكرة، ايه يعني نجيلك نشرب ايه يعني، هناخد ايه يعني، وبعدين ايه المية اللي نشربها تطلع مننا ينابيع مية، يعني ايه ده بقى الكلام ده، يعني خدوا مني الروح القدس وغرقوا العالم بالروح القدس، لان هم دول المصادر بعد كده، كل رسول هو اللي بيعمل، هو اللي بيدشن، هو اللي بيرسم، هو اللي بيعمد، مش كده؟ فبالتالي
عطية الروح القدس هتدلق على البشرية كلها من خلال الآباء الرسل أو من خلال المؤمنين الأول، لأن المسيح منه كل حاجة، يبقى عطية الروح القدس من خلال المسيح. عشان كده المسيح خلصنا بروحه، أقولها تاني، المسيح خلصنا بالفداء، مش كده؟ تجسد ومات من أجل خلاصنا. لكن الخلاص ما يكملش غير لما المسيح يحط فيا روحه عشان يعني على سكة الخلاص. يعني هنفترض ان المسيح عمل النص الاولاني، مات وقام وادانا الخلاص المجاني وقعد في السماء مستني، محدش هيوصل. ليه محدش هيوصل؟ سكة صعبة، سكة ضيقة، مش عارفينها، مش فاهمينها. طب ايه اللي يوصل؟ يحط روحه، يبقى هو برضو المخلص، يحط روحه فينا هو اللي يسوق. عشان كده الحياة كلها اسمها حياة روحية، يعني الروح اللي يسوق خلاص هو اللي دخلنا السماء. روح المسيح اللي فينا تاخد كل اللي عمله وتحطه فينا وتسوقنا عشان تدخلنا السماء. يقول حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. هنا تيجي كلمة النعمة بقى، نأكد تاني انه لا في اعمال بر عملناها. الموضوع دلوقتي مش مرتبط انت اصلك يهودي ولا اممي، مختون ولا مش مختون، حافظ السبت مش حافظ السبت، قتلت ولا ما قتلتش، كله صيام في الاخر. دلوقتي في نعمة، البر بالنعمة، يعني ربنا رمى نعمته على البشرية بس اللي يقبل بقى. فمعلمنا بولس نفسه لانه حس بدي فقال انا كنت زمان يا جماعة مجدف، مجدف دي زي قاتل ومضطهد ومفتري. فأنا أكتر واحد أقول لكم يعني إيه البر بالنعمة، لأنه أنا طلعت براءة بعد ده كله. ولكني رحمت، احنا قلنا الخلاص يبتدي برحمة ربنا، لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. وبعدها يقول وتفاضلت نعمة ربنا علي جدا. يبقى الحكاية كلها نعمة من ربنا. يقول من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. يبقى حكاية الخلاص بالنعمة يعني إيه؟ إحنا ربنا بينعم علينا، أنعم علينا بالفداء، وأنعم علينا بالمعمودية، وأنعم علينا بالميرون، وأنعم علينا بالغفران، وأنعم علينا بالتناول، وينعم علينا بالفهم، وينعم علينا بالمعونة، وينعم علينا بالاستنارة. كل حاجة في الطريق الروح اسمها نعمة. فالنعمة هي اللي هتخلص الواحد، اللي هي دور ربنا في خلاص الإنسان. مقارنة بقى بزمان الناموس بموسى أعطى، يعني آخر موسى عمل إيه؟ جاب ناموس. طب هو الناموس يعمل إيه؟ يحكم عليك أكتر، الناموس يثبت عليك التهمة لكن ما يعرفش يصلحك. أما النعمة هي دي اللي هت إيه؟ تصلح الواحد. آخر حاجة بجد بقى، حكاية بقى وراثة الحياة الأبدية، كلمة الرجاء اللي احنا مستنينها من بدري، لأننا بالرجاء خلصنا، تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. يبقى الحكاية الجميلة بتاعت ربنا خلقنا واحنا سقطنا بإرادتنا، وبعدين استنينا مفيش خلاص عندنا، اكتشفنا ان الموت ساري علينا غصب عننا مش هنعرف نطلع منه، وجاء المخلص وفدانا وكسر شوكة الموت، طلع السماء وعدنا بالأبدية، حط فينا روحه، خلقنا خليقة جديدة، ماشي معانا خطوة بخطوة عشان يوصلنا السماء. التارجت ايه؟ في الاخر ايه؟ اخر محطة ايه؟ اهم ما في الموضوع ايه؟ نوصل الابدي. يبقى لا يمكن ان يخلص احد الا لما يدخل في السماء. ما تعرفش تقول وصلنا الا لما توصل لاخر محط. يجوز تقول وصلنا للمعمودية، كويس، يعني الموعوظ مثلا ما يقعد له سنة ولا سنتين يتوعظ، وبعدين يوم المعمودية فرحان جدا يقول وصلت، نقول له وصلت للمعمودية، محطة مهمة أوي. وبعدين بعد تمر الأيام وبعدين يخدم فيقول وصلت، أيوة وصلت بقيت خادم، حلو جميل، لكن ما ينفعش يقول وصلت إلا لما يحط رجليه الاتنين في السماء. فالخلاص يكمل لما خلاص نوصل للحياة الأبدية. فيقول إذا كنا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. بولس طبعا الفيلسوف بيقولها بكذا طريقة في كذا حتة، فبغلاطيا قالها ازاي؟ ما حين جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.
ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم عشان يقول ينطقك وتقول إيه يابا، هي في اللاتيني زي الصعيدي، واخدين بالكم؟ أبا يعني دادي، يعني ماي فاذر، يعني يا بابا. فأنت هتقول لربنا يا بابا بالروح القدس، هو اللي يخليك تقول كده صارخا يا أبا الآب، أيها الآب أنت أبويا. ده الروح القدس اللي يقول لك دي، ده بقى كده معناه خلاص هو مسؤول عنك. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابن فإنك وارث لله بالمسيح. في حتة تاني قال الروح القدس هو عربون ميراثنا، بدل فيك روح المسيح وبتقول أبانا الذي، يبقى تورث. ده الطبيعي، ده المسار الطبيعي، مش أنت فيك الروح القدس وبتقول لربنا يا بويا، يبقى أنت إيه تورث، طبيعي تورث. بس كملها كده، يعني استمر زي ما أنت كده في السكة دي. عربون ميراثنا للفداء المقتنى، يعني ايه ما اقتناه لنا بالفداء اللي هي الحياة الأبدية ناخده بالروح القدس. يختم الكلام آخر آية في تيتوس 3:8، صادقة هي الكلمة. لما بولس يقول صادقة هي الكلمة دايما تفكرني لما ربنا يسوع كان يقول الحق الحق أقول لكم. يعني ايه؟ ركزوا في دي بقى، يعني ايه دي الخلاصة دي من الآخر، صادقة هي الكلمة صدقوني. يعني لما بولس يقول صدقوني يبقى موضوع مهم عاوزين ناخد بالنا منه. بس هنا بيقول صدقوني على اللي فات، لأنه ما قالش حاجة جديدة، قال صدقوني وأريد أن تقرر هذه الأمور. يعني إيه؟ يبقى هو ده القرار، فلنتمسك بالإقرار بتاعت امبارح. يعني كل يوم نراجع الكلام ده، بالحقيقة نؤمن هذا الذي من أجلنا نحن من أجل خلاص ننزل من تجسد من الروح مريم العذراء تأنس وصلب عن. أريد أن تقرر هذه الأمور اللي هي بقى تبقى إيه قانون نقوله كل يوم، كي يهتم الذين آمنوا. النتيجة النهائية إيه؟ أن يمارسوا أعمالا حسنة. يبقى بالرغم أن احنا كسرنا الأعمال في الأول، بس طلعت أعمال الناموس. أنت هنا في الآخر أن حياتك على الأرض باين عليها إيه؟ أعمال صالحة. يبقى أنت عايش بالمعمودية والتناول والاعتراف بتاع، لكن الإكسبريشن بتاع ده كله إيه؟ هو أنك أنت إنسان صالح، تعمل الخير، تحب الناس، تخدم الكل. فإن هذه الأمور الحسنة والنافعة لكل الناس. مرة تاني قال صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، ولخصها في جملة واحدة، المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنه. مرة تاني قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل، التقوى نافعة لكل شيء لأن ليها موعد الحياة الحاضرة والمستقبل. يعني الإنسان اللي عايش في تقوى هيعيش يومين حلوين على الأرض وهيدخل السماء كمان. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، على الكلمة اللي فاتت، على أن التقوى تكسبك الأرض والسماء، اللي هي نفس الاتجاه اللي بنحكي فيه. صادقة هي الكلمة أن ربنا بيقول يا جماعة تعالوا نتحاجج، لو كانت خطاياكم كالقرمز تبيض. يعني أنا عندي حل، أنتوا لو نقعتوا هدومكم 100 سنة مش هتنضف، لو حاولت تنضف روحك مش هتعرف. أنا المخلص، الخلاص من عندي. صادقة هي الكلمة، لا خلاص بدون مسيح. صادقة هي الكلمة، هو المسؤول عن خطيتي، هو غافر الخطايا، هو اللي بررني. حكاية الأبيض دي كالتلج، يعني إيه؟ أنا وش أبيض؟ أيوة، ما هو دي شغلته. إن كانت خطاياكم مهما كانت وحشة أنا بيض، أنا المسؤول. وإن كانت حمراء كالدودي، الخمرة الحمراء دي تصير كالصوف، يبقى ربنا هو المخلص. والنقطة بقى الأخيرة لما يقول يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. تاني بقول كل قصة الخلاص، لو أنا قدامي إنسان بيكذب وبيغش ومشغول بالفلوس وعمال يدوس على الناس، كل المحطات اللي قبل كده ملغية صورية. إيه اللي عملته في المعمودية؟ إيه اللي عمله الميرون؟ إيه اللي عمله الاعتراف؟ إيه اللي عمله صليب المسيح؟ ولا حاجة. unless ما لم إنه يبان عليه الطبيعة الجديدة، الإنسان الجديد، الأخلاق الجديد، الشبه بتاع المسيح.
وبالتالي لما ربنا يقول انا هحاسبكم على اعمالكم، ده ما بيلغيش كل اللي قبل كده. ما انت مش انت قلت خلاص بدمك؟ ايوه، ما هو الصليب اللي بعد منه معمودية وميرون وتناوله لازم يوصلك لإنسان جديد. فلو الأعمال بتاعتك بتقول أنت مش جديد، يبقى كأن كل اللي فات ده أنت شطبت عليه، مستفدتش منه حاجة. فهمتوا الفكرة؟ ليه بنتحاسب على الأعمال مع إن إحنا أساسا الخلاص بالنعمة والخلاص بالصليب والخلاص بدم المسيح والخلاص، لأن هي دي الدليل إنك أنت خدت اللي فات ده كله. عشان كده معلمنا يعقوب برضو لما لقى الناس ابتدت تتفلسف وتقول احنا مؤمنين وحياتهم ملخبطة، احنا تعمدنا وحياتهم ملخبطة، قال له ما توريني يا اخويا حياتك دي، انت تؤمن بالله حسنا والشياطين يؤمنون، مش فارق، ما في شياطين عندهم ايمان، وريني يا اخويا ايمانك بايه؟ باعمالك. يبقى لما بنجتهد يا جماعة حياتنا تتصلح، لان ده معناه ده دليل ان احنا ماشيين في سكة الخلاص، لكن مش العمل ده اللي بيدفع ثمن الخلاص. لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغرلة، شوفوا بقى حطها بكلمة حلوة قوي، بل الإيمان العامل بالمحب. حط كل اللي احنا بقالنا ليلتين بنقوله. الإيمان يخليك تعمل كل المحطات اللي قبل كده، انت صدقت انه خلقك وقعت بإرادتك وجي فداك وحط فيك روحه وخدت الأسرار بالإيمان. لكن الإيمان ده لازم يبقى إيه؟ أكتف، حي من خلال الأعمال، والأعمال أهم ما فيها إيه؟ المحبة. فلو قلت من الآخر الخلاص بالإيمان العامل بالمحبة صح برضه، لأن الإيمان هنا هيبقى مغطي كل الأسرار ومغطي كل الخطة اللي قبل كده والمحطات اللي قبل كده. أتمنى تكونوا فهمتوا حاجة. على الأقل نراجع الآية بتاعت إيه؟ لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، لإلهنا كل مجد وكرم.